هذه الهيب جوينت الاول وادي السيادك الكريتور فريم وادي الايه السلم وهنا هو السيكرام من اول وهنا هو الساكرو تيوبراس ليجامنت وهنا الساكرو سباينس ليجامنت انتوا عارفين ان في اثنين ليجامنت ماسكين هنا اهو في السباين الساكرو سباينس ليجامنت واللي ماسك في البروست بتاع اللي هو الساكرو تيوبراس ليجامنت ماسك ما بين السيكرم وما بين الايه؟ الاسكال تيوبراس وزي ما انتوا عارفين محول الجريتر سيرفيك نوتش لفوران والليسر سيرفيك نوتش لفوران وانتوا عارفين شفتوا السيكرم شفتوا السيكرم في الفان اللي فات صح؟ وفي كان في فرامنا أربعة فرامنا أهو وهو عبارة عن خمسة بيسز كانت بتخرج من الميدل ثري بيسز ماسل مشهورة كنا بنعلمها هنا هو اللي هي البيريفورمس ماسل فالبيريفورمس ماسل خارجة من انسايد البلفس من الميدل ثري بيسز اوف ذا سيكرم اللي انتوا خدتوها السنة اللي فاتت البيريفورمس ماسل هذه المصل ده هي بتيجي خارجه من الجريتر سياتيك فرام عشان تيجي رايحه ماسكه في الجريتر تروكانتر اوف ده في وذلك بشوفها على الجلوتير ريجن شفتوها الاكتوريتور الباريفورمس مصل طالعه من جوه من السيكرا من ميدل 3 بيسز دي بتتعلم في الشاء العمل اتعلمت السنه اللي فاتت تقريبا بيريفورم خارجه من الجريتر سيرفيك فرامل عشان تبين في الجلوتير ريجن دي ده بيريفورم سمارت البيريفورم مصل ماسكه في التيب بتاع جريتر تروكانتر عشان كده بتعمل ابدكشن اوف ذا شولدر ده ايه بيريفورمس ماسل والبيريفورمس ماسل ده تحكي على ايه؟ تحكي على ايه؟ يعني عشان غلطت يعني مش ماتوا فيا مفيش فايا الراجل ده بيغلط مش فاهم حاجه بيريفورمس ماسل هذه البيريفورمس ماسل كاركترستيك ليها ان طالع تحتها من الجريتر سياتيك فرام مين؟ السياتيك نيرف. لا سياتيك نيرف لازم طالع من الجريتر سياتيك فرام وداخل في جلوتير ريجن تحت اللور بوردر اوف ذا بيريفورمس ماسل. اعرف ان ده السياتيك نيرف والماسل اللي فوقيه دي البيريفورمس ماسل على طول بلا تفاهم. النيرس سبلاي بتاعها بتاخد من البلكسس اللي حواليها لان نايم عليها السيكرال بلكسس اوف نيرف فالسيكرال بلكسس نايمه عليه عشان كده بتاخد نيرس سبلاي من السيكرال بلكسس اللي هي لاينج اون ذا ماسل دايركتلي ذا بيريفورمس ماسل يعني ما فيهاش اكتر من كده يعني ما فيهاش اي اهميه خالص حد خد موضوع سياتيكا؟ سمعت على البيريفورمس؟ في ولا انت لسه ما عملتوش؟ من سنه تانية؟ هتلاقي وانت بتكتبي السيمينار هتلاقي فيه بيريفورمس ماسل سندروم احد اسباب السياتيك لان السياتيك نيرف نازل من تحديد لها. طيب نمسك المصل اللي بعد محدش احسن من حد الجريتر سياتيك نوتش ده طلع منه مصل الليسر لازم يطلع منه مصل كمان
فبتطلع منه الاوبتريتور انترنال تندر عشان يروح تو بي انسيرتد ايضا في الجريتر فيبروس الجريتر توتال. This is the obturator internus muscle. وانتوا عارفين الاوبتريتور انترنال muscle خارجه منين؟ خارجه الاوبتريتور المهم من جوه والادجيسنت بونز. اتعلمت السنه اللي فاتت لو الاوجن بتاعها ما اتعلمتش؟ وانت فاكره حاجه؟ فبتطلع من جوه من الاوبتريتور فريمن ده هوت من جوه وبعدين تيجي طالعه في البلوتير ريجون من الليسر ساتك فريمن وفي جراحه تعمل الانسيشن بتاعها وده اللي بشوفه في البلوتير ريجون التندون بتاعها فقط لا غير التندون بتاعها. التندون بتاعها طيب على الابر بوردر بتاع هذه الاوبتيتور انترنا سندوم بلاقي سوبيريور جيميلاس ماسل وعلى اللور بوردر بتاعها بلاقي انظم ماسل هي الانفيريور جيميلاس ماسل. الاوبتيتور انترنا تعمل لاترال روتيشن اوف ذا هيب جاست ان انا اعرف ان في سوبيريور جيميلاس والانفيريور جيميلاس خلاص مش مهم اعرف جاي من ايه سوبيريور جيميلا والانفيريور جيميلا وما بينهم التندو بتاع الاوبتريتور انترنس. الاوبتريتور انترنس لها نيرف اسمه نيرف الاوبتريتور انترنس جاي لها مخصوص من السيكرال بيكسس. هذا النيرف الاوبتريتور انترنس بيغذي الاوبتريتور انترنس ويغذي السوبيريور جيميلا لكن الانفيريور جيميلا تاخد نيرف سبلاي من المصل اللي تحتيه. اللي تحتيهم دي الكوادريتس فيمورس برضه بيجي لها نيرف تو كوادريتس فيمورس بيسبلاي الكوادريتس فيمورس والانفيريور جيميلا. هي الفكره كلها اعرف النيرف سبلاي بتاع السوبيريور جيميلاس والانفيريور جيميلاس لكن هم لا لهمش اي قيمه زي ما شفتهم. مصل قد كده فايبرز بس كده كلام فاضي. لكن حكايه ان السوبيريور جيميلاس بتاخد فين والله ما لها لازمه حتى ولا تعرفوه. اعرف بس ترتيبهم في الكريتور انترنال في السوبيريور جيميلاس فيها انفيريور جيميلاس فيها تحتيها وتحتيهم المصل المربعه اللي هي الكوادريتاس فيها. والكواديتا السمر زي ما انتم عارفين ده الباك ده الهيد بتاع الفيمر وادي النيك وادي الجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر اهو وادي الليسر تروكانتر ده البوستيريو سيرفيس بلاقي الانتر تروكانتر كريستين اهو وعليها في تيوبريكل واضح هذا تيوبريكل بيتعلم في العمل ده الكوادريت تيوبريكل خارجه منه الكواديتاس فيمورس ماسل وراح تعمل انسيشن في البلي ايه اسكال فيبروستي ومربعة الشكل عشان كده سموها كوادريتاس فيموريس ماسل كوادريتاس فيموريس ماسل. وساتك نيرف نازل عليهم نازل على السوبيريو جميلا على التندو بتاع التيتو انتينس على التيتو جميلا على الكوادريتاس فيموريس كل دول التلاتة الأربعة اللي في الآخرين يعملوا لاترال روتيشن اوف ذا هيد. كوادريس فيمورس تعمل لاترال روتيشن، توتو انترنس لاترال روتيشن، سوبر جيميلاس لاترال روتيشن، انفيرو جيميلاس لاترال روتيشن، عبد السميع جيميلاس لاترال روتيشن. فالتركيبه ده هيت انا ما يهمنيش غير جلوتياس ماكسيمس، جلوتياس ميديس دومينس في الاكشن بتاعها وفي الاورجن سيشن بتاعها، الباقيين لاترال روتيتور. يعني توتو انترنس، سوبر جيميلاس، انفيرو جيميلاس، كوادريس لاتر روتيتور. البيرفورمنس لا اهميه خاصه انها بتعمل ادكشن وان هي طالعه من الجريتر وتحتها ساتك نيرف. النيرف سبلاي بتاعهم ده اللي انا اعرفه، نيرف تو كوادريس فيموريس بيسبلاي الكوادريس فيموريس والانتيرو جيميلا. نيرف تو بتريتور انتيرنس بيسبلاي الانتيرو بتريتور انتيرنس والايه؟ السوبيريو جيميلا. لكن المين ديتيلز ده مش عايزهم خالص. عايز اعرفهم بس التركيبه المنظر ده.
لكن الديتيل از نوت امبورتنت. هذا ايه المكان. عايزكم تهتموا في الحاجه اللي لها علاقه بالابلاي والحاجه اللي لها علاقه بالاكشن والحاجه اللي لها علاقه بفراز لمصر، فراز للناس، ستراكشر لفوق. لكن سبيل الجميلة اللي جيبها في الامتحان ده يعمل فيها ايه؟ هي دي مصر دي. سبيل الجميلة سبيل الجميلة طلع من السكرة بريكسس من جوه البلبس. من جوه البلبس يعني السكرة اهو. السكرة اهو. والبيريفورمس ماسل اهي طالعة من جوه مش البيريفورمس طالعة من جوه البلبس. عليها السكرة بريكسس. السكرة بريكسس ان هي طلع منها السياتيك نير. وداخل من جوه البلبس ويطلع لي على طريق الجريدة السياتيك فرامل عشان يوصل للجلوتيال ريجن. ولذلك لما بيحصل الستة بتبقى بريجنت وبيحصل انجيجمنت للهيد بتاع الفيتس في الليت مانث يعني الشهر التاسع بيحصل انجيجمنت في اخر الشهر التاسع الراس بتنزل في الحوض. ابص الاقي معظم الستات يشتكوا من سياتيكا البين والبين ديستريبيوتد على الباك ومش قادر احرك رجلي. ليه؟ لان سياتيك نيرف الروت بتاعته طالعة من جوه البلبس فراس وهي نازلة هنا هو بيضغط على سياتيك نير مش عامل لي سياتيك خدناها السنة اللي فاتت فطلع من جوه السكرة بريكس. هيشرح سياتيك نير بالتفصيل والانجري بتاعه مهم. هاخد الماسلز بتاعت الباك اوف ذا ساي. انا عندي الماسلز وذا باك اوف ذا ساي هم بيسموهم الهامسترينج ماسلز لان لهم زي الباك طوال. هامسترينج ماسلز عندي اول واحده فيهم اللي هي البايسبس فيمورس عشان افرقها من البايسبس البراكياي. هذه البايسبس فيمورس زي البايسبس فاكرين البايسبس البراكياي؟ كانت خارجة تو هيد دي ايضا خارجة تو هيد. اللونج هيد خارجة من الاسكال في براستي. دي اللونج هيد بتاعتها. خارجة من الاسكال في براستي ومعاها مصر السيمتين جنودس مصر. خارجين مع بعض والتندم بتاعهم مشترك مع بعض. دي اللونج هيد اوف بايسبس. الشورت هيد اوف بايسبس خارجة من اللينيا اسبرا. من الباك اوف ذا فيمر ذا شورت هيد اوف ذا بايسبس والاثنين هيد يعملوا البايسبس ويروحوا يعملوا انسيرشن في الهيد اوف ذا فيمر في الهيد اوف ذا فيبلا. عارفين الفيبلا؟ دي البايسبس. البايسبس لها لونج هيد خارجه من الاسكال في براست ومعاها سيمتين دنوتس مصر. الشورت هيد خارجه من الباك اوف ذا فيمر من لينيا اسبرا والاثنين روحوا يعملوا انسيرشن في الهيد اوف ذا فيبولا. لو شفت في الكتاب هتلاقي الانسيرشن بتاعها كتير جدا البايسبس دي هنا في الني في اللاترال لونجيتود في اللاترال ليجامنت بتاعت الني وفي الكبسول بتاعت الني وفي السالوت بروسيس ومش عارف في مين. انا ما يهمنيش ده كله، انا يهمني يا ماسكه في الفيبولا في الراس بتاع الفيبولا وخلاص. التفاصيل بتاعت الانسيرشن ما تهمنيش في حاجه. ما
لكن لها تو هيد. الاكشن بتاعها المصل بتوع الهامسترين كلهم نازلين على الباك اوف ذا هيب جوينت، فعشان كده بيعملوا ايه؟ اكستنشن اوف ذا هيب. وهذه المصل ديت نازله على النيك جوينت، على اللاترال سايد اوف ذا نيك جوينت، على اللاترال، لان الفيبولا لاترال، فطالما هي نازله على اللاترال هتعمل لي لاترال روتيشن اوف ذا ني. دي البايسبس. طالما هي نازله من الجلوتيا تيبروستي يبقى ورا الهيب جوينت تعمل اكستنشن اوف ذا هيب. وطالما نازله عشان سيتد في الهيد اوف ذا فيبلا يبقى نازله على اللاترال سايد اوف ذا ني. لاترال يبقى لاترال روتيشن اوف ذا ني جوينت. ده الاكشن بتاع هذه الهيب البايسبس. البايسبس لها دبل انرفيشن بصراحه. الشورت هيد لها نيرف سبلاي، اللونج هيد والشورت هيد لها نيرف سبلاي. انتوا عارفين الساتيك نيرف هو نادر. هذا الساتيك نيرف جواه اثنين نيرف الكومبوننت بتوع، لان هو مكون من التيبيا نيرف والكومن برونيال نيرف، والاثنين لازقين في بعض جواه ومتحوطين، ونازل الساتيك نيرف كنيرف واحد. لكن هو في الاصل فيه التيبيا نيرف او التيبيال بورشن، وده الكومن برينيال بارت. عشان كده ممكن يتقسم فوق ولاقي الكومن برينيال نازل لوحده والتيبيال نازل لوحده، او في الباك اوف ذا سايد يتقسموا مع بعض، لكن هو جوه الكومبوننت بتاعته اثنين نيرفين، التيبيال والكومن برينيال. التيبيال نيرف بيسبلاي كل الهامسترينج بالتيبيال نيرف ما عدا الشورت هيد اوف بايسبس، تاخد نفس سبلاي من الكومن برينيال نيرف. هما الاثنين من الساتيك نيرف، لكن الساتيك نيرف تو كومبوننت، تيبيال بارت وكومن برينيال بارت، وجوه ساتيك نيرف. فكل الهامسترينج البايسبس السيمتندنوزس السيممبرانوزس دول كلهم بياخدوا من التيبيال بارت بتاع الساتيك نيرف الا واحده فقط لا غير، سبلاي في الكومن برينيال اللي هي الشورت. وزي ده اللي ايه احيانا الدكه في الامتحان احيانا يقول لك شورت هيد اوف ذا بايسبس سبلايد باي، وموضوع مش ايه؟ مش هتوه، مش هتعرفه صح؟ مش هتعرفه، بتاخده صفر. ليه؟ لان ما افتكر ايه ولا ايه؟ افتكر ايه؟ افتكر ان الشورت هيد لوحده، يعني مش معنى الشورت هيد الوحيده اللي بتاخد من الكون برميل يعني. نفس الايه؟ الفيبلر هو نفسه ولا هو كومن فيبلر نير؟ هو ست جابها منين كومن فيبلر نير؟ ده هو ده الاسم الصحيح بتاعه. جابها منين؟ ها؟ لابد ان تعترف. ها؟ الأرض. هو فعلا زي ما انتم بتقولوا هو الكومن فيبولار نيرف، هو الكومن برينيال نيرف. بس احنا ما بنستعملش الكومن فيبولار لان هو ده الاسم الصح، احنا دايما بنستعمل اسماء غلط. الكومن برينيال نيرف اسم غلط وده اللي بنستعمله، لكن هو فيبولار ده اسم الصح العلمي الصح. يعني جت في فيبولار فلازم اعرف ان الهامسترين كلهم سبلايد باي ذا تيبيال بورشن اوف ذا ساتيك نيرف اكسبت وان شورت هيد اوف بايسبس سبلايد باي ذا كومن فيبولار بورشن اوف ذا ايه ذا ساتيك نيرف. والاكشن بتاعها مهم لان ني جوينت بيحصل فيها لاترال روتيشن وميديال روتيشن. اللي بيروح على اللاترال يعمل لاترال روتيشن، اللي بيروح على الميديال يعمل ميديال روتيشن. المصل اللي وراها سيمي ميمبرانوزس ماسل. السيمبرانوزس ماسل خارجه من الاسكالكيبروستي وتيجي نازله عامله انسيشن على الباك اوف ذا ميديال كونتايل اوف ذا تيبيا، ولاقي الماسل زي ما شفتوها كده هو عريضه شويه وعليها جروف، والجروف ده نايم فيه الماسل اللي فيها السيمتندنوزس.
عشان كده سموها سيمي ممبرنودس لانها عريضه. الانسيرشن بتاعها مهم لان بتعلم ايضا في الامتحان. ادي الكوندايل بتاع الديبيا اهي، وادي اللاترال كوندايل عشان هنا الهيد اوف الفيبلا، والاقي هنا اهوت على الباك في جروف، وهذا الجروف ده هو فيري امبورتنت ويتعلم في الامتحان لان ده الانسيرشن بتاع السيمي مين ممبرانوزس ماسل. فيري امبورتنت الجروف ده، لان ايضا حتى مش تعرفوه برضه لان مستخبي، فلما يتحط في الامتحان مش تعرفوه برضه. سيمي ممبرانوزس، انا مالي انا ومال السيمي ممبرانوزس؟ مش كده وبس، ده التندون بتاعها بيمتد على الباك اوف ذا ني جوينت. ده الني جوينت اهي، ده الكوندايل بتاع الني جوينت اهي. التندون بتاعها ده بيبعت فايبر تيجي ماشيه على الكبسول اوف ذا ني جوينت، وتعمل لي ليجامنت ماسك في الكبسول وسبورت الكبسول. ده برضه الانسيرشن بتاعها. هذا الليجامنت اسمه الايه؟ الاوبليك، لانه نازل طالع اوبليك. بوبليتيال، لان في البوبليتيال ريجن ليجامنت، والليجامنت ده موجود على الجثه بس طبعا ما ينزلش في الامتحان. لكن سيم ممبرانوس نفسها تنزل، الانسيرشن بتاعها ينزل. ما ينفعش امسك الجلوتيال تيبروس لان ماسكه فيه كام ماسل كتير، فما ينفعش امسكه في العمل ابدا. سيمي ممبرانوس ماسل الاكشن بتاعها